بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين، اللهم آمين. اليوم أعزائي متابعي القناة، سوف نسرد عليكم أهم التفسيرات ودلالات رؤية الأرقام في منام السيدة الحامل. لرؤية الأرقام في منام السيدة الحامل دلالات وتفسيرات وتأويل مختلفة سوف نتعرف عليها في هذا الفيديو بإذن الله، والبدء مع: ففي حال إذا ما رأت السيدة الحامل في منامها رقم واحد، فإن تفسير ودلالة رؤية رقم واحد في منام السيدة الحامل هو الصحة الجيدة والعافية التي سوف تتمتع بها هي ومولودها بإذن الله، والله أعلى وأعلم. أما في حال إذا ما رأت السيدة الحامل في منامها رقم صفر، فإن تفسير ودلالة الرقم صفر في منام السيدة الحامل يكون من الرؤى غير المحمودة، لأن تفسير تلك الرؤية غير محبب، لأن رؤية رقم صفر في منام السيدة الحامل يكون إنذار وإشارة بوقوع هذه السيدة في بعض المتاعب الصحية أثناء فترة حملها، والله أعلى وأعلم. أما في حال إذا ما رأت السيدة الحامل في منامها رقم اثنين، فإن تفسير ودلالة رقم اثنين يكون إشارة إلى أن تلك السيدة سوف تنجب مولدين، أي أنها سوف تنجب توأم بإذن الله، والله أعلى وأعلم. وبصفة عامة فإن الأرقام في منام السيدة الحامل غالبا ما تكون إشارة ودلالة على عدد الشهور أو الأيام المتبقية لهذه السيدة في الحمل، والله أعلى وأعلم. أما في حال إذا ما رأت السيدة الحامل في منامها رقم سبعة، فإن تفسير ودلالة رؤية رقم سبعة في المنام هو إشارة ودلالة إن تلك السيدة سوف تكون محظوظة، لأن رقم سبعة يكون بشرى بالخير الكثير والرزق الوفير الذي سوف تنعم به تلك السيدة الحامل بعد ولادتها بإذن الله، والله أعلى وأعلم. أما في حال إذا ما رأت السيدة الحامل في منامها رقم تسعة، فإن تفسير ودلالة رؤية رقم تسعة يشير إن تلك السيدة قد اقترب موعد ولادتها كثيرا، والله أعلى وأعلم. وبصفة عامة فإن السيدة الحامل التي ترى في منامها الأرقام الزوجية مثل 2 4 6 8 فهي سوف تكون على موعد مع ولادة ذكر. أما في حال إذا ما كانت ترى في منامها الأرقام الفردية، فإن دلالة وإشارة الأرقام الفردية في رؤياها تكون إنها سوف تنجب أنثى بإذن الله، والله أعلى وأعلم. هكذا نكون قد سردنا عليكم أهم التفسيرات ودلالات رؤية الأرقام في منام السيدة الحامل، عسى أن نكون قد أفدناكم ولو بالقليل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.